هنا بمستشفى سيدي سعيد بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، تستهويك الحركة الحثيثة والمكثفة للأطر الطبية والتمريضية قرب هذه البناية البنفسجية التي تحوي 90 طالبا تم إخضاعهم للحجر الصحي بعد أن قدموا من مدينة يوهان الموبوءة بغية تقديم الرعاية اللازمة كي لا تكون راحتهم صينية مزيفة. الرعاية الصحية والطبية تتم فحوصات طبية مختصة صباح ومساء من لدن أخصائيين في هذا المجال، أطباء وممرضين، كذلك يكون مساهمة إداريين أعوان كل شيء كيساهم في هذه العملية هذا، من الطلبة والطالبات كيخضعوا لهذا الفحص صباح ومساء، والحمد لله كل المؤشرات تؤكد بأنهم في صحة جيدة، لم تظهر عليهم أي علامة من علامات اللي يمكن تقلقنا ولا تقلقهم تاهما. وقد تزامن انتشار هذا الفيروس مع موجة البرد التي تعرف ارتفاع حالات الإصابة بالزكام، الشيء الذي خلط الحبل بالنابل بخصوص أعراض فيروس كورونا والتي تتشابه إلى حد ما مع أعراض الزكام، مما أثار شكوكا زائفة بخصوص الإصابة بالفيروس القاتل بين المواطنين. الفيروس ديال كورونا هو واحد الفيروس اللي مختلف على الفيروس ديال لاغريب، إلا أنه من نفس لي فامي ديال لي كورونا فيروس هي كثار، وهذا الكورونا هذا هو واحد الفيروس اللي عاده معروف عند الحيوان، الا انه طرات عليه واحد الطفره ولا تصابوا به بعض الناس في الصين، والان حنا في واحد الحاله اللي كل شيء راه عارف اشنو فيها. المهم من هذا الشيء كله هو ان ملي تتكون واحد النزله ديال البرد خاص الواحد ياخذ احتياطات عامه. الاحتياطات العامه تشكل خصوصا في الوقاية. الوقاية هو أن الإنسان اللي مريض من الأحسن أنه يدرق إلى جاته اللي غيعطس ولا يكحب، يدير واحد المنديل باش يحبس فيه، هذاك المنديل يرميه ما يحتفظش به، في كل مرة يغسل يديه أكثر مرة، نقص من السلام من واحد لواحد الكونتاكت ديريكت، لأن حتى هو كيقدر يدوز الفيروس، والبلايص اللي كيكونوا مسدودين من الأحسن يكونوا مهويين باش الفيروس ما يبقاش كاين بزاف، يقدر يكون ويدخل واحد اخر ويتعادى. اذا هنا الا كان شي واحد متعرض للنزله ديال الزكام كيقدر يعادي واحد اخر، اذا من الافضل انه يتخذ جميع الاجراءات ديال الوقايه ديالو وديال المحيط ديالو العادي. هي مجهودات تبذل من طرف فرق طبيه وتمريضيه مخصصه لهذا الغرض من اجل تقديم الرعايه اللازمه للطلبه الذين قدموا من مدينه يوهان الصينيه. خولة زين الدين، مكناس.